احنا في البث المباشر يا اخوي صلاح الدين لحظات قليله رايت من تحقق السادة المشاهدين الكرام ياك مرحبا كاين الشيعة اخو صلاح كاين مرحبا اخويا اما شرب العصير اما عطيه العصير هذا هو الشعار اللي جا مرحبا واللي ما جاش حتى هو مرحبا مرحبا بك الجنة ياش بان التليفونات كاينين بزاف إذا تحية من جديد أجدد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشعب قناة شوف تي في أينما كنتم في كل مكان داخل أو خارج أرض الوطن مباشرة من هنا من مدينة قصبة تادلة صلاح الدين شاب 38 سنة ولد الشاب اللي عول على راسه ودار مشروع ذاتي تبيع فيه العصائر ديال الفواكه بكل أنواع فاش غادي تسمعوه شحال من نوع ديال العصير يقدر ممكن انه يقدر صلاح الدين يصاوبو لنا فراه يعني مذهل جدا فتقريبا 80 نوع ديال العصير ممكن يصنعها صلاح ممكن يصايبها لنا 80 ياك 80 نوع ممكن يصاوبها غادي تقولوا كيفاش غايدير لها غيعطيكم القصه ديال صلاح قصه ديال شاب ملهم بمشروعه الذاتي تفضل اخويا صلاح مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم معكم في سيحات صلاح الدين من مدينة قصبة تادلة إقليم بني ملال المقر أمام السوق الأسبوعي هنا بقصبة تادلة المقر يحسب الناس عندنا المحل مرحبا عربة متنقلة بشراكة مع السلطات المحلية الحمد لله احنا كجمعية استطعت السلطات أنها توفر لنا هذا المكان هذا خصصته لنا للناس ديال الأكلة ديال الأكلات الخفيفة والمشروبات وبالنسبه باش نقدم لك شنو انا اللي تنخدم انا الحمد لله تنصنع كما تنقولوا تنصنع عصائر ديال الفواكه الطازجه بحيث انا تنخدم بالفواكه الاستوائيه مثلا تنخدم ب اسمح لي على المقاطعه بما انك كنت كتصنع او كتبدع انت ايضا مبدع في مجالك ديال العصير نعم انا مبدع انا فنان الحمد لله والشكر لله وهذا الشيء فنان هذا كما قلت انت ولا مبدع بشهادات الساكنه والنواحي والحمد لله والشكر لله هنا بالنسبه للساكنه راه اي واحد تيجي عنده شي ضيف راه تيحاول انه يجيبو لعندي يتذوق ما الا الضوء طاب بالنسبه للعصائر ديال الفواكه اللي تنخدم انايا نعطيك مثال تنخدم بالاناناس تنخدم الاناناس ديالو الوجهه ديالو جاي من كوستاريكا تنخدم بالافوكا ديال البيرو تنخدم بالتفاح ديال ايطاليا تنخدم بعويده ديال البرتغال وكيوي ديال البرتغال تنخدم بالبنان ديال الاكوادور الحمد لله والشكر لله تنخدم بالباباي تنخدم عده انواع بالفواكه الطازجه والعالميه كاع الحمد لله والشكر لله راك عارف بالنسبه لهذه الفواكه هذو راه هي فواكه عالميه ونحاول انني نصنع من نقدر نصنع حتى 80 نوع ديال العصير انا ما عنديش مشكل الحمد لله والشكر لله تصنع 80 نوع من العصير غادي تجي غريبه بزاف نعم نقدر نصنع 80 نوع ديال العصير نعطيك دابا غير مثال بحال دابا الا درنا الاناناس بوحدو غيطلع لنا عصير ولكن الا درنا الاناناس والمونغ غادي يختلف الذوق وغادي يطلع لنا عاوتاني عصير اخر ولا درنا عاوتاني المونغ ولافوكا غيطلع لنا عصير اخر ولا درنا لافوكا بوحدها غيطلع لنا عصير اخر فهمتي دابا هنا فين كاين فين ما تزيد حاجه تيولي تيختلف الذوق على العصير اللي كان الاول سبحان الله العظيم صلاح القصه ديالك يعني منين بدات بالضبط باش غتسد هذا المجال؟ في الحقيقه القصه ديالي يعني منين بدات؟ اول حاجه انا كنت واحد الوقيته من الجاليه، انا كنت في اوروبا واحد الوقيته، كنت في الديار الاسبانيه الحمد لله والشكر لله، من بعد ما توفقش انني نبني راسي تمايا،
رجعت للمغرب نظرا لشي شويه الشح المداخل الماديه هنا، وراك عارف المدينه تتفتقر لبزاف ديال الحوايج، ما كايناش خدمه، ما كاينش بزاف ديال المسائل. حاولت انني نبني راسي، دبرت في واحد شي شويه ديال الماديات. نعم، اول حاجه بديت بالسلف، ومن هذا المنبر تنشكروا هذاك السيد اللي سلفنا في الويب بعدا فاش بدينا. ودابا الحمد لله والشكر لله جينا. انا بعدا كان عندي ديك الساعه كان عندي توجه في اسبانيا ديال الفندقه والسياحه، كان عندي ديبلوم ديال الفندقه والسياحه خدمت به تما. فجيت لهنا بقيت غير مريح، قلت اودي علاش ما نستغلش هاد 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 ما نستغلش هاد الحرفه ولا هاد الصنعه هادي ولا هاد المهنه هادي اللي عندي، علاش ما نحاولش ونخرجها للعلن ونخرجها للعموم، يحاولوا يستافدوا منها الناس. وبحال سبيل المثال بحال دابا حنايا تاد ما عندنا شي متنفس ولا شي مكان ترويجي فين 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 يخرجوا الناس وفين يتنفسوا، راك عارف عندنا شي شويه ديال الحراره تتكون في الصيف هنايا. حاولت انني نخلق واحد الفضاء بالمشيئه ديال الله عز وجل، نخلق واحد الفضاء فين يخرجوا الناس وفين يشربوا شي شويه ديال العصائر وتذوقوا عصائر عالميه الحمد لله والشكر لله. واول حاجه راك عارف تنقدم التحيه لوالدي وتنشكر والدي من هذا المنبر هذا حيت هما اول داعمين ليا، وتنشكر السلطات المحليه اللي بشراكه مع حنا كجمعيه بشراكه مع السلطات المحليه الحمد لله قدروا انهم يوفروا لنا هذا المكان هذا اللي هو مخصص للمأكولات والمشروبات. وثالث حاجه تنشكر الساكنه وبزاف لانهم استجبوا مع هاد المسائل واستحسنوا هذه المساله وهذه المبادره اللي زوينه ديال العصائر، لا للساكنه ولا للنواحي. ومن هذا المنبر هذا راه تندعو اي واحد فين ما بغى يكون في المغرب او لا خارج ارض الوطن تنقدموا ليه التحيه ومرحبا به يتذوق ماء الدواء طاب من العصائر الطبيعيه والعالميه كاع. مرحبا اجيو تشربوا العصير، مرحبا اجيو تشربوا العصير، راك عارف تندرج معاهم. مرحبا مرحبا اي واحد مرحبا به، اللي عنده يجي يشرب اللي ما عندوش يجي يشرب. وانا بالنسبه مرحبا راه سولت انا راه معروف الحمد لله انا والشكر لله هنايا في تادله، راك عارف انا راه معروف اي واحد يجي مسكين ما عندوش ولا شي حاجه راه حنا ما تنتخلصوش من عنده ولا تنشوفوا شي واحد ما عندوش ولا هذه هذا الشيء اللي كاين اخويا. وبالنسبه للتقديم ديال الفواكه ديالي تنحاول انني نخدم قدام بنادم العصائر، بحال دابا على سبيل المثال الا جيتي انت قلتي لي اخو انا بغيت نشرب الاناناس، رانا تنقطع الاناناس قدامك وتنزيد عليه الليمون وتنصيبه قدامك باش تمشي انت مرتاح باش تشرب واحد الحاجه تتعرفها بانها زوينه وبانها راه طبيعيه تتشوف امام العيون ديالك. تتقول لي صايب افوكا تنقطع افوكا وتنصيب افوكا قدامك تشربها. تتقول لي اخويا زعزع تيبان لك زعزع راه فيه اللوز وفيه القرقاع وفيه. ومن هذا المنبر هذا راه اي واحد مرحبا به. دكانا صلاح ما كان التواجد، ما كان التواجد ديالكم؟ التواجد ديالنا تنتواجدوا هنايا في, 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 في امام السوق الاسبوعي قبل بام.